يعني ممكن اقول لك اياها شويه مو دقيقه، هذه لان الارقام من الصحيفه الرسميه ماخوذه. انا راح اعطيك الكلام الرسمي لان انا المسؤول يعني عن المتحدث عن وزاره التربيه. هاي الارقام انا كل رقم ذكرته يعني في بدايه يعني كلامي كله ماخوذ من المتحدث. قال لك 15000 طالب. لا 15، انا سالت تساؤل، لكن الارقام اللي هسه حاليا طرحتها كلها في بدايه البرنامج بالكامل. انا راح اعطيك يعني مختصر عن هذه الارقام. بالحقيقه تدري يعني ظروف العراق اللي مر بها، طيب، من المظاهرات الى جائحه كورونا خلوا الطلاب يقعدون فتره طويله جدا. طيب يعني قعدوا بحدود 7 أشهر، بدلا ايضا ما يكون الامتحانات بالشهر السادس الامتحانات صارت بالشهر التاسع. تدري احنا عندنا تقريبا في كل مديريه اكثر من 5 مدارس متميزين. هذول اللي يرفعون المعدلات على مستوى العراق كليته. طيب. طلبة المتميزين. فبالتاكيد الفتره الطويله اللي قعدوا بها الطلاب وياها جائحه كورونا، لا اكو مولات ولا اكو خروج للطلاب. انا خليني بس انطي مقدمه، انا خليني انطي مقدمه. بعدين تماشيا مع الظروف والدعوات، طيب، وزاره التربيه قلصت من المواد. اولا بدل ما الطلاب يمتحنون 7 مواد قلصناها الى 6 مواد. اضافه راعينا عدم وجود الدوام، كل الفصول الاخيره بالمواد تم تقليصها. بعدين الطالب من يقعد 7 أشهر بالتاكيد راح يدرخ الماده ويحفظها. اثنين، المعدلات اللي طلعت يعني مع الاسف انه احنا ناخذ الكلام عن طريق التواصل الاجتماعي، واحنا تدري هم صدمنا يعني زين، احنا اهل الاحصائيات والاحصائيات قدامي انا سيدا اشوف لك اياها. انا احصائيات اللي عندي اعلى اتيقن من جنابك الكريم، يعني عدد الاول 600 اول بالعراق. لا هسه خليني بس خلي بس انطيك، احنا الاوائل ماكو مشكله، ليش ما يطلع اول شيء يعني؟ طيب 5000 طالب تقريبا، معدل 99، 5000 حاز اكثر من 8000 طالب على معدل 98%. هل هذا صح؟ هاي الارقام بالحقيقه يعني انا اتفاجئ بها، بس خلينا نعطيك نسب النجاح. طيب. اول مره. طيب اسمح، احنا الفرع الاحيائي، نعم، كانت تربيه الكرخ الاولى هي الاولى على العراق. نسبه نجاحها 45.3. طيب هاي الاولى على العراق. راح اعطيك اخر مديريه نسبه نجاحها 25%. ما راح اذكر اسم المديريه، بس بالامكان انه انا اعطيك تسلسل المديريات من التسلسل الاول للعشرين. هذا يا طيب. فرع الاحيائي. الفرع التطبيقي كان عندنا المركز الاول على العراق ايضا تربيه الكرخ الاولى، كان نسبه النجاح بها 37.4. واخر مديريه نسبه نجاحها 26%. طيب انطيك الفرع الادبي، نسبه النجاح كانت 47%. ايضا كانت تربيه الكرخ الاولى هي الاولى على العراق.